ابدأ يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا محبينا في كل مكان. طبعا احنا دلوقتي يعني جانا اتصال بالليل على كوبري مصرية، واحنا طبعا والله شغالين بقالنا بتاع نص ساعة، يعني طبعا ما لحقناش نصور من البداية. هي طالعة من الماسورة دي كده، هات معايا الماسورة. هي طالعة من ماسورة التبطين وطلعت من الكوبري، الحمد لله طلعت هي قدامنا اهي زي ما انتم شايفينها كده، واحنا هنطلع بيها بره. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبارك لك يا شيخ احمد، الله يبارك لك. حاجة كان تعال نحب. جايبها لك، انا جايبها لك ما تشوفش دماغك. عايز تصور؟ جايبها حلو؟ جايبها 10 عشان الناس كلها بتصور. جزاك الله كل خير يا شيخ احمد. واحد يمسك صدعاني، صدعاني ترى. تعال اقرب عليك. انزل خط، انزل تعال هنا. الله يبارك لك يا شيخ. حاجة تتكلم يا رجال. تعال الكوبري دي متعودة على الماسورة، بتخش الماسورة على طول، والحمد لله يعني ايه هو جو ليل واخطر حاجة الصيد بالليل، والحمد لله يعني ايه تم اصطياد الكوبري بنجاح. طبعا لازم ايه تبقى حريص بالليل، لان الكوبري ما بتشوفش الشغل بتاعك بالليل. انت لو النهار بنتعامل معاه والكوبري بتشرع وبنمسكها عادي، انما شغل الليل الكوبري ما بتشوفش، بتهبش وخلاص. انا يعني كنت ايه الكوبري تعودك على طول، في بس مرشلين ورا ونتك عليها بالراحه. نور له بالموتوسيكل بتاع محمد غريب ده احمد ايوب. خلاص يا باشا ماشي. دي كبرى مش كبيره؟ لا مش كبيره، ده كبيره خالص. انت كنت بتقول يا شيخ مش كبيره هي، سبحان الله، عشان هي بس بعيد يعني. بسم الله ما شاء الله ماشي. الحمد لله طبعا احنا ما بنتاخرش اخواننا بالليل بالنهار، الساعه 3 الساعه 4 في اي وقت احنا بنطلع، يعني دي احنا عارفين خطورتها والله، خطوره الكبرى ما ينفعش نستنى عليها. فالحمد لله احنا معاكم في اي وقت، والحمد لله الحياه دي صعوبه كبيره عند ربنا سبحانه وتعالى. بتاع دي لو لا وليف ولا وليف عند شركه، لا 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 هي بتبقى في تعبين ياما، بتبقى في تعبين كثير يعني، بس كله بيجي على اتصال، واخد بالك، وغير المراقد اللي احنا بنشتغل عليها. ماشي الحمد لله رب العالمين. يعني مساله دي لو لا وليف ولا وليف سيجاره بتتعدي.